النهاردة هنتكلم عن السمنة عامة وبالأخص في منطقة البطن والأرداف، ودي حاجة بتؤرق كثير من الشباب والرجال والفتيات والسيدات والشباب والشابات في مجتمعنا دلوقتي. طيب إيه أسباب السمنة الموضعية؟ السمنة دي احنا بنسميها سمنة موضعية ليه؟ لأنها متركزة في البطن والأرداف. طبعا التغيرات الهرمونية وبالأخص في السيدات وإفرازات هرمون الاستروجين والبروجستيرون بيساعد على زيادة المناطق الدهنية دي لتكوين الشكل الأنثوي الطبيعي، ولكن الشكل ده بيزيد في بعض السيدات والبنات عن غيرهم. طيب ليه يا دكتور؟ ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعمل الموضوع ده؟ حاجات كتير ممكن تعمل الموضوع ده، اهمها العادات الخاطئة عندنا في الاكل وعدم اتباع اللايف ستايل في الاكل وفي التمارين وفي الرياضة وقلة شرب المية والجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة، كل ده بيساعد على تكدس الدهون. طيب الدهون دي للأسف ما بتروحش بالدايت وما بتروحش بالعلاج. طب ايه العلاج بتاعها؟ العلاج بتاعها هو التدخل بتقنية الفيزر لشفط الدهون. طيب ايه بروتوكول مراكز كوينز لشفط الدهون؟ مراكز كوينز بتعمل اسيسمنت للمريض وبتقعد معاه وبتشرح له أهمية الفيزر وإزاي إن احنا بنستخدم الفيزر والفيزر إيه ميزته عن أجهزة الشفط العادية وإيه النتائج المحققة بعد العملية. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم شوية عن الفرق بين الفيزر وبين الشفط الدهون التقليدي. الأول كنا بنستخدم شفط الدهون بطريقة ميكانيكية، إن احنا نشفط الدهون بنظام الشيرينج الميكانيكي. دلوقتي الموضوع تطور تماما مع الفيزر، والكلام ده برضو كان بيحصل فيه فقدان كتير للدم وتكسير أنسجة ومشاكل وبروزات وتكلسات وكدمات ومشاكل كتير بعد العملية. دلوقتي مع تقنية الفيزر الجهاز بيطلع منه شعاع يعمل سيليكشن للفات سيلز، يقدر يحدد الخلايا الدهنية يكسرها ويدوبها ويعمل في نفس الوقت يولد حرارة تشد الجلد. الخلايا الدهنية دي بتدوب وبتخرج زي السائل بعد كده بنشفطها وبدون ما يأثر على الأوعية الدموية أو يعمل مشاكل أو نزيف. طيب هل الإجراء ده ممكن يتعمل ببنج موضعي ولا لازم ببنج كلي؟ أقدر أقول لكم إن البنج الموضعي هو السائد في الحالات دي، إن إحنا ما بنلجأش البنج الكلي من أول. هل البنج الكلي ممكن ينفع؟ ينفع، بس إحنا بنلجأ له لما يبقى مناطق كتير في الجسم أو حسب رغبة المريض. طيب يا دكتور هل أقدر أوصل لشكل الساعة الرملية ده من خلال عملية النحت وشفط الدهون؟ مفيش شك تقدر توصل للشكل ده، لأن النحت هو إعادة تشكيل للجسم. طب يا دكتور هل الدهون اللي بتتشفط دي أقدر أحقنها تاني؟ نقدر نحقنها تاني ونستفيد منها، وبنسميها احنا الجولد ليكويد أو السائل الذهبي، لأن هو ذهبي كشكل وذهبي كقيمة، نقدر نحقنه في مناطق مالئة محتاجة مالئات للجسم للدهون زي منطقة الخلفية عند المرأة في الإليتين أو مناطق الوجه أو اليدين.